اليوم مقتدى الصدر يحمل من الوطنيه ما يكفي، اليوم هادي العامري يحمل من الوطنيه ما يتجاوز هذا الوضع كله، اليوم فلان اليوم فلان، احنا نتعكز على ذولا ونعول عليهم ونبقى يعني نستنهض النخوه العراقيه مالتهم، ومجلس النواب قادر، وتدويل الازمه قد يدخل تركيا في دوامه. بعدين اليوم يعني حتى نستغل هذه ظروف يعني قرب مصطفى الكاظمي وحكومته من الجانب الامريكي، ما استاذ علي واحده من اساليب واحده من الشيء قريبه من الجانب الامريكي وبعيده من منو مثلا؟ هي قريبه لمصلحه العراق. اي لا لا حكومه مصطفى الكاظمي اي نعم بصراحه اليوم، وخلي اروح ابات بالسجن، خلي اروح ابات بالسجن اليوم. ليش؟ مدعومه من السفاره الامريكيه وقريبه من مصدر القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة العراق، وهم أصحاب المصلحة. من اللي سلم كتاب التكليف؟ قيادات قيادات الشيعية سلموا بعد تشرين، سلمت السفارة صورة الأمريكية موجودة حتى لا نوصل الخلاف، كل قيادات القوى الشيعية سلمت الرجل كتاب التكليف ونفس الفكرة. كان أحد الرموز حاضر يعني مجبر، مو مستلقى الظاهر يعني. اليوم حتى نستغل العلاقة الجيدة والطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما واحد من التصورات السياسيه واللي اليوم طلعت على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، يقول لك الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تعاقب تركيا لحضور اردوغان في القمه الثلاثيه في الجمهوريه الاسلاميه.